الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على نادي الزمالك في كرة السلة وطرد مدرب النادي الأهلي والإساءة والسباب لمدرب الأهلي واتهامات متبادلة بين مدرب النادي الأهلي وما بين جماهير النادي الأهلي وبعض الشائعات بسباب من المدرب لجماهير النادي الأهلي. نتكلم عن كل حاجة في الفيديو ده، لكن بعد إذن حضرتك صل على الحبيب ولايك للفيديو ده علشان هنرد على شائعات كتير جدا ضد النادي الأهلي وبالتحديد في مباراة كرة السلة أمام نادي الزمالك. جايب لك كل حاجة بالفيديو وجنون وانهيار وهيجان بلية الدلدول بعد خسارة الزمالك للمرة الرابعة خلال 48 ساعة. النادي الأهلي يبدع، الأهلي يقنع في كرة السلة، وأربع انتصارات في دوري المرتبط خلال 48 ساعة الماضية. الأهلي يفوز على شباب الزمالك 66-63 الفريق الكبير النهاردة، وقبل كده النهاردة برضو 81-42 فريق الشباب، ومن يومين تقريبا أو أقل من يومين كمان الأهلي فاز على الشباب 62-34، وكمان الكبار فازوا 71-64. سيطرة بالطول والعرض من النادي الأهلي في كرة السلة وتأهل مستحق لماتادورز النادي الأهلي في كرة السلة لدوري المرتبط للمباراة النهائية، انتظارا بقى للاتحاد السكندري أو نادي الجزيرة. لكن أتمنى من إدارة النادي الأهلي، وده نبهت عليه في المباراة الماضية لو تفتكروا، قلت لك أتمنى أن يكون في طلب لطاقم تحكيم أجنبي لمباراة النهائي نهائي دوري المرتبط. مش هيكون في فرصة للتعويض نهائي دوري المرتبط إذا كان بحكام مصريين، فأنت بتدي الفرصة والنسبة الأكبر للمنافس أيا كان مين هو المنافس. النهاردة بنشوف كمية قرارات كارثية مهزلة في الباسكت النهاردة، سواء كان في مباراة النهاردة أو مباراة الذهاب. أيضا كان في محاولات من التحكيم لاحتواء نادي الزمالك. الاحتواء، عايز أقولك أن الاحتواء أصبح فكرة ومنهج، فكرة ومنهج للتحكيم ضد النادي الأهلي في كل الألعاب الرياضية. الموضوع ما بقاش كرة قدم بس، لا، الموضوع بقى قدم ويد وسلة وطايرة وبلي كمان، لو في بلي هيعملوا برضو احتواء في البلي. النهاردة حكام مباراة السلة ما بين الأهلي والزمالك يعني بيطبقوا فكر الاحتواء كما أنزل في كرة القدم في مباراة 5-3. بالرغم من الظلم اللي تعرض ليه النادي الاهلي طوال المباراة، الا ان قدرة الفريق في النادي الاهلي قدروا النهاردة ان هم يكسبوا 66-63. جمهور الاهلي دايما هو رقم واحد في اي لعبة. انا ما اقدرش اهاجم جمهور النادي الاهلي ولا اقدر الوم جمهور النادي الاهلي، لكن اللي بيحصل يا جماعة دي قلة ادب مع احترامي الكامل. اللي بيحصل مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي ما اسمهاش غير قلة ادب. لما يتم السماح لجماهير النادي المنافس انهم يشتموا الاهلي ولعبت الاهلي ومدرب الاهلي طول الماتش اللي فات، ما تعملش تكنيكال فاول على الزمالك. يا جماعه ابسطها بس عشان الناس، انا معلوماتي على قد على فكره في السله، لكن عرفت المعلومه دي النهارده، ان لما يكون الجمهور بيشتم النادي المنافس او بيشتم الحكم او بيشتم اي عنصر من عناصر اللعبه جوه الصاله، من حق حكم المباراة ان يعمل حاجة اسمها تكنيكال فاول. ثلاثة تكنيكال فاول طبعا، يعني رمية حرة واستحواذ للفريق التاني اللي هو اتشتم. فرمية حرة يعني بتدي نقطة للفريق المنافس ليك، بالاضافة اللي لو اتكرر التكنيكال فاول ده ثلاث مرات في الماتش المدرب بتاعك بيطرد، وده اللي حصل النهاردة. الماتش اللي فات اوجوستي اتشتم كمية شتايم، محدش عمل حاجة ولا الحكام عملوا حاجة. النهاردة برضو الجمهور النادي المنافس شتم مرة واثنين الحكام ما عملوش حاجة، فلعيبة النادي الاهلي راحوا للحكم، الحكم قال لهم خلاص الوقت خلص، انا صفرت الوقت خلص، يشتموا زي ما هم عايزين يشتموا، انا هعمل لهم ايه. رجعوا في بداية الشوط الثاني روحوا عاملين تكنيكال فاول على الزمالك وتكنيكال فاول على الاهلي. طب الاهلي عمل ايه؟ الاهلي ده الاهلي هو اللي اتشتم، مدرب الاهلي طول الماتش عمال يتشتم وانت مكبر دماغك
وعامل واد من انتين وودن من عجين، مفيش اي حاجه خالص. تروح مدي تكنيكال فاول هنا وتكنيكال فاول هنا، يعني بتساوي الظالم بالمظلوم، بتساوي اللي شتم طول الماتش باللي عمال يتشتم طول الماتش ومش من حقه يقول انا بتشتم. فجمهور النادي الاهلي كان نوع من انواع الاستفزاز بالنسبه له، ان احنا عمالين بنتشتم وبنشجع بس وبيتعمل علينا تكنيكال فاول. فبدا جمهور النادي الاهلي يرد، وانا مش هفضل طول الماتش اتشتم اتشتم اتشتم، والناحيه الثانيه مفيش اي تكنيكال فاول عليهم، ولما باجي اقول انا بتشتم يتعمل عليا تكنيكال فاول. فبدا جمهور النادي الاهلي يشتم هو كمان، فكل لما يشتم يروح واخد تكنيكال فاول. التكنيكال فاول الثاني بدا اوجستي يتعصب، لا انتوا كده بتضيعوني، انتوا كده بتضيعوني، وراح لجمهور النادي الاهلي وزعق لجمهور النادي الاهلي. والزعيق هنا هو انفعال الراجل اللي شتم، ولا قال ادبه على جمهور الاهلي زي ما صفحات الزمالك بتعمل. خلي بالك نفس اللعبه اللي حصلت ايام موسيماني من جماهير النادي المنافس والتسخين ضد موسيماني بتحصل دلوقتي مع اوجستي بوش. وياريت ما نبلعش الطعم تاني، ياريت ما نبلعش الطعم تاني. هتلاقي صفحات للاسف الشديد تدعي انها صفحات اهلاويه، تقعد تشير فيديوهات للراجل وهو بيشوح لجماهير الاهلي ومفيش اي صوت، يقول لك بيشتم جمهور الاهلي وده ما ينفعش وما يحصلش ومشوه، واحنا الاهلي وجمهور الاهلي ما يتشتمش، بالرغم الراجل ما شتمش حاجه. وهوريك بالفيديو دلوقتي الراجل ما شتمش ولا قال حاجه، كل اللي قاله شطب اسكتوا اسكتوا، شتمتكم للنادي المنافس هتضيعنا انا، لان كان فاضل تكنيكال فاول واحد ويطرد. وبالفعل استمر جمهور النادي الاهلي في الرد على بتوع الزمالك لحد ما اطرد اوجستي بوش. لا الراجل شتم ولا الراجل قل ادبه ولا الراجل عمل حاجه، ولكن زي ما بقول لك جمهور النادي المنافس عايز يوصل رساله ان الاهلي اتشتم، ولازم الاهلي ما يسكتش على المدرب بتاعه، ولازم يمشوا المدرب بتاعه، وهكذا وهكذا. طبعا التكنيكال فاول الثالث راح معمول. طبعا الحكام زي ما قلت لك قبل كده، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. الحكام قاعدين النهارده مش مركزين بس غير على جمهور النادي الاهلي، يسمعوا اي شتيمه يروحوا واقف الملعب تكنيكال فاول، وكانوا هيضيعوا الماتش لصالح نادي الزمالك. عشان كده اتمنى من جمهور النادي الاهلي الواعي الفاهم ان احنا ما ننجرفش ورا الاساءات او التجاوزات، لان الاحتواء موجود في كل الالعاب دلوقتي، الاحتواء موجود في كل الالعاب. وللاسف الشديد القناه الناقله للمباراه كل ما يجي جمهور الاهلي يشجع يروحوا كاتمين الصوت. ليه كاتمين الصوت؟ عشان يحسسوك ان جمهور الاهلي بيشتم، فتيجي تتكلم ويقول لك اهو ما ده بيشتم وده بيشتم. يا جماعه جمهور الاهلي بيشجع؟ لا كان بيشتم، والدليل ان احنا كتمنا الصوت، والدليل ان احنا كتمنا الصوت. عايز اقول لبيليا الدلدول اللي طالع يقول الاهلي فاز على الزمالك بمجهودنا، مجهود مين يا بيليا؟ مجهود مين يا وضيع؟ مجهود مين يا ولد؟ مجهودكم انتوا ازاي؟ ده انا بلاعب الزمالك وبلاعب الحكام وبلاعب المعلق وبلاعب القناه الناقله وبلاعب طوب الارض، وفي الاخر بكسب، وفي الاخر بكسب. مجهود مين اللي كسبتك بمجهودك؟ مجهود مين؟ مجهود مين؟ حد يفهمني ويفهم بيليا الدلدول اللي طالع يعيط ويقول لك كسبنا الاهلي كسبنا بمجهودنا، مجهود مين؟ قصدك اوجستي؟ هو انت تفضلوا تضحكوا على جمهوركم وتقول ان اوجستي مدرب الزمالك؟ اوجستي ما بقاش مدرب الزمالك، اوجستي مدرب النادي الاهلي. والتر هوج ما بقاش والتر هوج بتاع الزمالك، وبالمناسبه والتر هوج في الماتشين مش هو والتر هوج، ضايع في الماتشين، ومع هذا الاهلي كسب، ومع هذا الاهلي كسب. هقول لك مثلا كلام من ضمن الصفحات الوسخه، ادي صفحه قذره، دي صفحه قذره من ضمن الصفحات عامله على اوجستي بوش انه شتم النادي الاهلي وشتم جماهير النادي الاهلي. اهو ادي صفحه من الصفحات هوريها لك عماله بتشتم في النادي الاهلي، اسمها المختلط، اسمها المختلط اهو يا بيه.
ادي الصوره اهي، ادي البوست اللي هم منزلينه اهو، بيشتموا على اوجست بوش المدرب بتاع النادي الاهلي، وبيقولوا ان اوجست راح شتم واهان جمهور النادي الاهلي. قالك بعد ما حدث من هذا الشخص من سب واعتراضات يشكل بشكل بلطجه مع الحكام والمراقبين، وكل شويه توجيه الحديث باسلوب غير رياضي للمنافس، ده غير شتيمه الجمهور، وكل ده كان مذاع امام الجميع، بنشر اسلوب غير رياضي للمتابعين للمباراه. هل هنشوف اتحاد السله وهو بيقول ان احنا عدل في كل حاجه ومع كل الفرق، ودي معموله مع الكابتن احمد مرعي، تحوله للتحقيق ودفع غرامه كبيره. بالمناسبه اللي بيتكلم على احمد مرعي، احمد مرعي الماتش اللي فات عمل اشاره، مش عايز اقول اشاره ايه، لكنها عيب وما تحسبش وما تعاقبش. عمل اشاره بدراعه للاعيب بتاعه ومحدش حاسبه، ومحدش طلع قال يحاسبه، ومحدش طلع قال يتحاسب. لكن دلوقتي جمهور النادي المنافس عايز اوجست بوش يتوقف، بالرغم ان اوجست النهارده اتطرد بسبب ان جمهور بيرد على الاساءات، اوجست اتشتم الماتش اللي فات ومحدش جاب له حقه. اتمنى من جمهور النادي الاهلي انه نعي اللوائح والقوانين بسبب موضوع التكنيكال فاول ده، ونخلي بالنا، واعتقد ان خلاص كده بنسبه كبيره جمهور الاهلي هيتحرم من المباراه النهائيه. طيب تعالوا نروح لموضوع منتخب مصر. طبعا من ضمن الاكاذيب اللي بيروج ليها ابناء بنو البليله ان حسام البدري هو اللي حرم مصر من التأهل عشان يرضي النادي الاهلي وعشان يريح لعيبة النادي الاهلي. بصوا يا جماعة، الكلام ده كلام كوميدي، الكلام اللي بيتقال اصل حسام البدري مرضيش يلعب ماتشات ودية عشان يريح النادي الاهلي في بطولة افريقيا، ده كلام منتهى الضحك على الدهون. بص يا حبيبي، هنفترض جدلا ان حسام البدري كان عايز يريح لعيبة النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي في المنتخب في الوقت ده ما كانوش يعدوا 6 لعيبة، كان عددهم 6 لعيبة. اعتقد كنت ممكن تريح ال6 لعيبة دول وتلعب اي منتخب ماتشات ودية عادي جدا. عندك لعيبة الزمالك، لعيبة بيراميدز، لعيبة الاسماعيلي، المصري، اللعيبة المحترفة بتوعك، كنت ممكن تعمل ماتشات ودية في الاجندة الدولية. لكن ما تجيش بقى مع احترامي الكامل عشان اتحاد الكرة كسل، عشان حسام البدري كسل وكان مبسوط بالمرتب اللي بياخده هو نايم في البيت، واخد بالك، تيجي تقول لي اصل الاهلي هو السبب. لا، مش الاهلي هو السبب، حسام البدري هو السبب، احمد مجاهد هو السبب. لكن ما تجيش تقول ان الاهلي هو السبب ومجاملة الاهلي. لو عايز تريح لعيبة الاهلي، انت 6 لعيبة اركنوا على جنب، مش هاخدكم معايا الماتشات الودية، دي ماتشات الودية لا هتقدم ولا هتأخر، لكن كانت هتأثر في التصنيف بتاع منتخب مصر، وده اللي اثر علينا ان احنا نواجه فريق بحجم السنغال. لكن ما تجيش تقول لي مجامله الاهلي، مجامله الاهلي فين؟ محدش بيجامل الاهلي. الفريق الوحيد اللي بيتجامل في مصر هو الزمالك، يجي بعديه بيراميدز، لكن الفريق الوحيد اللي عمره ما هيتجامل هو النادي الاهلي. فما تجيش تطلع تضحك على نفسك وتطلع على القطيع اللي انت بتطلع تتكلم معاهم وتقول لهم اصل الاهلي هو اللي اتجامل. كان ممكن جدا تريح لعيبه الاهلي وتلعب الماتش الودي او الماتشين الوديين زي ما انت عايز، تجيب بنين، تجيب موزمبيق، تجيب الهومولولو، تلعب ماتشين وديين ويتحسبوا لك ماتشات وتاخد نقاط ويزيد التصنيف بتاعك. لكن زي ما بقول لك، حسام البدري واحمد مجاهد كانوا بيريحوا دماغهم، كانوا بيكبروا دماغهم، واحد بيقبض 1,000,000 جنيه في الشهر ونايم في البيت ومرتاح 100 فل و14، وبيروح يتفرج على الماتشات وضحك على الدقون وخلاص، وضحك على الدقون، ولما تيجي مصر تقع يقول لك اصل احنا كنا بنجامل النادي الاهلي. معرفش ليه الزملكاويه النهارده كانوا عاملين حفله على اكرم توفيق. في ازمه بينكم وبين اكرم توفيق في ايه؟ هو اكرم توفيق عمل لكم حاجه؟ هو اكرم توفيق صاحب القضيه ممكن ولا حاجه؟ لا بجد والله، النهارده صفحات كتير لمشجعين زملكاويه نازلين تحفيل وكراسكو ومش عارف ايه في بدايه الماتش، لكن اكرم توفيق كتم الكل. اكرم توفيق النهارده وهو بيتلعب عليه من 3 من احرف لعيبه في العالم، يكفي بس اقول لك كراسكو، يكفي اقول لك ايدن هازارد،
بيلعبوا على اكرم توفيق، وبالرغم من ده كله اكرم توفيق واقف زي الاسد. لكن ايه الحقد والغل اللي على اكرم توفيق ده؟ يعني اكرم توفيق لما بيتكلم عن الزمالك بيتكلم بمنتهى الادب والاحترام، عمره ما اساء لنادي الزمالك او لجمهور الزمالك. انا عارف ان اكرم توفيق مضايقك لان في ماتش السوبر في سبعة لعيبه زملكاويه لعبوا على اكرم ولا واحد عارف يعدي منه، سبع لعيبه من ضمنهم الاباتشي الاسطوره الحيه شيكابالا، زيزو وميزو وامام ومش عارف عد كتير، مصطفى شلبي، سبعة يهدوا في اكرم مش عارفين، عشان كده زعلانين من اكرم. النهارده اكرم توفيق حط كراسكو وحط ايدن هازارد في الشنكار، في الشنكار لحد دلوقتي عم يتحايلوا عليه يطلع الاثنين عشان يلحقوا ماتش كاس العالم، عشان يلحقوا ماتش كاس العالم. النهارده هقول لك ارقام اكرم توفيق عشان الناس اللي بتقلل من اكرم. اكرم النهارده عمل 36 تمريره، منهم 31 تمريره صحيحه بنسبه 86% من التمريرات صحيحه، تدخل 6 تدخلات صحيحه من 10 تدخلات الافضل في المباراه من حيث التدخلات، عمل 2 التحامات هواء، كسب 2 الالتحامات الهوائيه، استخلص الكره 16 مره، اكتر لاعب في الملعب استخلص الكره 16 مره. حجازي اقرب واحد ليه خد الكره 7 مرات، حجازي يعني اكتر من ضعف حجازي في استخلاص الكره، 6 مرات استخلاص الكره الثانيه، برده الافضل في المباراه. اداء خرافي لمفاسا النهارده، لكن زي ما بقول لك بنو المختلط زعلانين ومتضايقين من اكرم توفيق. خلصت اخبارنا وما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.